اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في هاي الحلقه الجديده اللي مهمه للجميع. طبعا بنيجي بنحكي، اجاني كثير تعليقات يا اخوان، واجاني كثير شغل انه عن تحديد الفراغ وتحديد البوابه زائد تحديد العمق. يعني انا راح اعمل الفيديو هذا فيه ثلاث شغلات مع بعض، تمام؟ يعني كيف بدي احدد عمق، وكيف بدي احدد بوابه، وكيف بدي احدد خلينا نحكي السرداب، كيف بدي اعرف نهايه السرداب، وكيف بدي اعرف الامور كلها. راح يكون الفيديو هذا شامل لكل شيء مطلوب، وكل شيء بتحطوه في التعليقات، وكل شيء انتم تمام بتتمنوا انكم تعرفوه على ارض الواقع، والشغل تبع ارض الواقع كيف احنا بنحدد كل الامور هاي، وشو بنشتغل وعلى اي اساس بنشتغل، وكيف الوضعيه تبعته. طبعا يا اخوان اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، فعل الجرس، تمام، عشان تشوفوا الحلقات السابقه والحلقات القادمه، ماشي، وتتعلموا منها اكثر. يعني عشان ما تحتاجوا بني ادم، احنا كل شغلنا هذا عشان انتم ما تحتاجوا بني ادم، وتكون الامور ماشي واصله معاكم لدرجه خلينا نحكي لو نص احترافيه، لكن ان شاء الله انه ما تحتاجوش بني ادم. هذا هو اهم الفكره تبعت القناه او مبدا القناه، ان بنحكي عن شيء اسمه الاحترافيه في استخدام الاسياخ وتحديد المعادن، تحديد الفراغات والسرداب والبوابات والى اخره، تمام. طبعا زي ما حكينا، مش مشترك في القناه يشترك في القناه، فعل الجرس عشان يشوف الحلقات السابقه والحلقات الجايه. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش حلقتنا اليوم. طبعا هاي الحلقه هي اعاده لكثير حلقات، يعني كثير حكينا في الموضوع هذا، فراح تكون هاي الحلقه هي الحلقه النهائيه في موضوع اللي هو تحديد البوابه. لكن في عندنا شغل نظري ان شاء الله، في عندنا شغل عملي راح نشتغل على الشغل العملي، وراح نشوف على ارض الواقع ايش الوضع عندنا، تمام. لكن كنظريا على اللوح ماشي، هاي راح تكون الحلقه الاخيره ماشي بالنسبه لتحديد الاسياخ. اذا عندي اكثر من شغله اليوم راح اشتغل عليها. الشغله الاولى تحديد الفراغ، تمام. الشغله الثانيه راح اشتغل عليها تحديد المعدن. الشغله الثالثه اللي راح اشتغل عليها ماشي اللي هي تحديد البوابه. الشغله الرابعه اللي راح اشتغل عليها اللي هي تحديد السرداب وبوابه السرداب. عندنا اربع شغلات راح نحكي عنها، تمام، والاربع شغلات هذول شملتهم في فيديو واحد عشان الكل ما يجيش يقول لي ليش الفراغ هذا وليش البوابه هيك وليش كذا. طيب اطوال الاسياخ يا اخوان، برضو عشان الحكي يعني يكون شامل لكل شيء، اطوال الاسياخ عندنا سيخين احنا، تمام. السيخ الاول مع الرسم، والسيخ الثاني مع الرسم، تمام. هذا الفراغ، هون المعدن، تمام. الفراغ هو عبارة عن 40 سنتي مقبض 10 سنتي، 40 سنتي. احنا هذا اللي بنستخدمه احنا في القناة عندنا، لكن في كثير ناس تستخدم انه اطول من هيك اقل من هيك. احنا حكينا موضوع اطوال الاسياخ مش بالضرورة يكون نفس الاطوال اللي عندنا، لا بالعكس، ممكن نستخدم اسياخ اطول وممكن، لكن احنا بدنا نستخدم السيخين، ضروري انه يكون سيخين واحد اطول من الثاني. الاول 40 سنتي في 10 سنتي، الثاني 30 سنتي في 10 سنتي، 30 سنتي في 10 سنتي، تمام. كله واضح طبعا على الشاشه، انا شايفه على الشاشه واضح ان شاء الله انه كل الامور واضحه، تمام. اذا الاسياخ عندي 40 سنتي في 10 سنتي، والسيخ الثاني 30 سنتي في 10 سنتي. المعدن المستخدم للاسياخ، تمام، هو النحاس الاصفر او الاحمر بغض النظر، اللي بنستخدمه احنا 3 ميلي، ممكن ناس تستخدم 4 ميلي 6 ميلي زي ما بدهم، لكن احنا الاسهل للايد والاسهل للشغل اللي هو ال 3 مليمتر، تمام. هو اسمه 3 مليمتر لكن مش هو 3 مليمتر، تمام. اذا بنشوف السيخ مع بعض، هي السيخ
شايفينه كيف؟ هو تقريبا يعني بسموه هو سيخ الحام العادي بسموه 3 مليمتر، لكن هو مش 3 مليمتر، يعني تقريبا أقل من 1 مليمتر، تمام؟ يستخدم في الحام، اللهم صل على سيدنا محمد، الراديترات، الراديتر اللي بيستخدموه، اللي بيلحموا الراديترات بيستخدموا هذا السيخ. هيو يا اخوان زي ما انتم شايفينه سيخ بسيط جدا، ما في تعقيد، وما في، احنا كل شغلنا بسيط ان شاء الله، ما في عندنا اي تعقيد. طيب عشان الكل يعرف، سووا سكرين شوت، ماشي، سكرين شوت للي حطيناه احنا هنا، ماشي، سووا سكرين شوت على اساس انه يبين معنا بعدين اذا حدا بده يعرف انه 40 سم 30 سم الى اخره، سووا سكرين شوت ببين معك. وطبعا الفيديو هذا راح يكون طويل شويه، لكن بدنا نشتغل عليه وان شاء الله الامور بتكون طيبه. تمام، نرجع كمان مره. اذا عندي اليوم طريقه تحديد الفراغ، عندي 2 طريقه تحديد المعدن، 3 تحديد البوابه، 4 تحديد السرداب وبوابه السرداب، تمام، واطوال الاسياخ، سيخ الفراغ 40 سم في 10 سم، وسيخ المعدن 30 سم في 10 سم، تمام. المعدن المستخدم بالاسياخ النحاس الاصفر او الاحمر، تمام، حسب اللي انتم بتوجدوه بالسوق، لكن مش مفرغ من الداخل، يعني السيخ مفروض انه ما يكون مفرغ من الداخل زي ما احنا شايفين، تمام، مش مفرغ من الداخل، مبين ان شاء الله على الشاشه والكل شايفه، هاي مش مفرغ من الداخل، مسكر، تمام. اذا اللي سووا سكرين شوت على هاي على اساس تعرفوا ايش الوضع، لاني راح امحيه هسه، تمام، ونشتغل على تحديد الفراغ، تحديد البوابه، وتحديد المعدن، وتحديد الاخري، تمام. طبعا الان رجاء التركيز، لانه قلنا هاي الحلقه راح تكون الحلقه الاخيره نظريا، الحلقه الاخيره، تمام، مش راح اعيدها مره ثانيه، راح تكون اخر حلقه نظريه على اللوح. طيب الان بدي اشتغل على ارض زراعيه، ما بدي اشتغل على اي ارض ثانيه، فقط ارض زراعيه، عندي ارض زراعيه بدي اشتغل عليها، ما عندي لا اشارات ولا الى اخره، لانه هون احنا بنفحص على الاسياخ، ما بندور اشارات ولا بندور اي شيء، بندور بس على المعدن او الفراغ او الى اخره، تمام. عندي قطعه ارض على سبيل المثال زي هيك، هاي قطعه ارض، ماشي، بدي اشتغل عليها. الان راح ابلش اول شيء اذا بدي ابلش بالطريقه الصحيحه بدي اخذ المعدن اول، تمام، عشان اعرف اذا في معدن. لكن اذا انا ببحث عن فراغ وبدي ادور اذا في فراغ او ما في فراغ، او في مغاره، او على سبيل المثال عندنا اشاره تدل على وجود مغاره، تمام، اذا بدي ادور على الفراغ. خلينا نعتبر الموضوع معنا من البدايه، ندور على الفراغ ما ندورش على المعدن، تمام. عندي الشغل اللي انتم شايفينه، قطعه ارض، عندي سيخ الفراغ فقط لا غير، هذا سيخ الفراغ واحد، تمام، راح استخدم سيخ الفراغ فقط لا غير، ماشي. راح ابلش قطعه الارض مثلا على سبيل المثال من هاي الجهه او هاي الجهه زي ما بدكم انتم، او من هون الى اخره، راح ابلش قطعه الارض من الاول للاخر على سبيل المثال. على سبيل المثال احنا بنحكي في عندنا فراغ في قطعه الارض، هذا هو، تمام، لكن احنا ما بنعرف وين، يعني احنا بدنا نبحث عن الفراغ هذا ونشوف وين هو موجود. عندنا هذا الفراغ اللي موجود في قطعه الارض على سبيل المثال، تمام. الان بمسك السيخ تبع الفراغ بزاويه 90 درجه، بزاويه 90 درجه مثل هاي اللي انتم شايفينها هيك، شوفها كيف على الشاشه، هاي زاويه 90 درجه، مش هيك ولا هيك ولا امسكه بالطريقه الخطا. الطريقه الصحيحه طبعا نفتح الايد زي هيك، بنضم على الاسياخ عند اول خط، عند هذا الخط يا اخوان، تمام، بنضم على الاسياخ ضمه كامله، بعدين هذا الاصبع بنحطه بهذه الطريقه، بصير عندنا 90 درجه زي ما انتم شايفين، 90 درجه حر الحركه، تمام، نخليه دائما حر الحركه، الزاويه 90 هاي اللي احنا بنحكي عنها، تمام. باخذ سيخ الفراغ وبشتغل تمشيط للارض، يعني راح امشي بهذه الطريقه يا اخوان، خلصت قطعه الارض معي، تمام، راح ارجع بهاي الطريقه، وحاولوا ركزوا يا اخوان لانه مهم الموضوع، حاولوا ركزوا صح، بعدين برجع من هون بهاي الطريقه، تمام. الان راح اوصل للفراغ على سبيل المثال، راح اوصل الفراغ، يعني مشيت من هون وصلت لهي النقطه،
راح اوصل الفراغ. الان السيخ هون بيعمل معي خلينا نحكي عمليه طرديه، يعني ما بيمشي معي مثل ما انا مثلا انا ماسك السيخ وماشي على زاويه 90 اموري تمام تمام. الان بس اوصل هاي النقطه راح يعمل معي عمليه طرديه. كيف يعني عمليه طرديه؟ الان اذا انا كنت في اول الفراغ من هاي النقطه في اول الفراغ، السيخ راح يتجه بهذا الاتجاه هيك على الفراغ الاكبر تمام. اذا انا كنت في هاي النقطه راح يتجه معي، هذا بنحكي عن سيخ الفراغ فقط تمام، راح يتجه معي السيخ بعكس الهي يعني على النقطه الاكبر. كيف النقطه الاكبر؟ يعني انا ماشي في السيخ تمام، وصلت للنقطه تبعت الفراغ، الان النقطه الاكبر على جهه اليمين راح يروح معي السيخ باتجاه جهه اليمين، النقطه الاكبر على الجهه الشمال راح يروح معي السيخ على الجهه الشمال. لكن التسكيره ما راح تكون تسكيره، يعني ما بخليها تسكر معي على الاخر. كيف وصلت الفراغ؟ وصلت يعني النقطه اللي بنحكي عنها اللي هي هاي النقطه، وصلت الفراغ الان اكس معي بهاي الطريقه، ما بكمل يا اخوان، ضروري ما اكمل، يعني مجرد ما اكس معي بنزل السيخ تمام. حددت انا بدايه الفراغ، بنزل السيخ ما بكمل فيه تمام. الان وصلت انا النقطه هاي، سكر معي بهذا الشكل هذا ماشي، بنزل السيخ، بصفر السيخ لتحت تمام، برخي السيخ بنزله هيك بصفره لتحت وبرجع برفعه كمان مره. الان بحدد الخط، بدايه الخط هذا هو تمام، بحدد بدايه الخط كويس وبرجع بكمل، يعني بنزل السيخ ماشي، حددت طبعا اول نقطه، نزلت السيخ، الان برفع السيخ كمان مره وبرجع بكمل مع الفراغ. الان هاي النقطه نفسها هون، يعني وصلت انا لهون لهاي النقطه، هاي النقطه يا اخوان اللي هون راح ياكس معي السيخ نفس التاكيس الاولانيه، راح ياكس معي بالاتجاه اللي لتحت، يعني اكس معي اول مره. انا بحاول افهمكم شوي شوي عشان نستوعب الفكره جميعا يعني تمام. اكس معي اول مره، نزلت السيخ، كملت، طبعا بمشي خطوه بسيطه، هاي الخطوه اللي هون احنا بنستخدم خطوه بسيطه. ليش؟ لانه ممكن يكون هون حيط، يعني تحت في الداخل ممكن يكون حيط، فاقصى حيط اللي هو نص متر اقصى حيط موجود بالنسبه للحضاره الرومانيه او الحضاره اليهوديه او البيزنطيه او الى اخره، اقصى حد اللي هو نص متر. بتتذكروا الفيديو اللي صورته هذا في البيت التركي تمام، كان نص متر تقريبا اللي هو عرض الحيط تمام. فبمشي خطوه بسيطه وبرجع برفع السيخ كمان مره وبمشي بهذا الاتجاه تمام، بيأكس معي نفس التأكيس اللي أكسها معي أول مرة. ليش؟ لأنه بيأكس باتجاه الفراغ الأكبر تمام، بيأكس معي بهذه الطريقة، بنزل السيخ كمان مرة وبحدد النقطة هاي تمام، برجع بمشي خطوة بسيطة وبكمل بالاتجاه، يعني أكس معي التأكيس الثاني، نزلت مشيت خطوة بسيطة، برجع برفع كمان مرة وبكمل بالاتجاه عشان أأكد انه هذا الفراغ اللي موجود هون مش فراغ بين صخرتين، يعني صخره هون وصخره هون في فراغ بيناتهم، هذا الفراغ ببين معانا كانه حيط تمام. اذا هون مش فراغ بين صخرتين، ليش؟ لانه اكس معي اول مره واكس معي ثاني مره ماشي، اعطاني المساحه خلينا نحكي 2 متر او 3 متر، ارجع اكس كمان مره، اذا في عندي شيء داخل فراغ او فراغ موجود عندي تحت تمام. الآن كملت لهون للآخر الأرض، ما فيش ولا فراغ. حلو؟ الآن شو بسوي؟ وهي النقطة أهم نقطة موجودة في فحص الفراغ، بالذات فحص الفراغ. شو باجي بسوي يا أخوان؟ حددت أنا النقطة الأولانية وحددت النقطة الثانية. الآن ببدأ من هون. ببدأ من هاي النقطة، لكن ما ببعد كثير عن الفراغ، أنا خلص بلش تحديد الفراغ عندي هسه هيك بلش تحديد الفراغ. ما ببعد كثير عن الفراغ، ببعد عنه تقريبا 2 متر الى 3 امتار، واعذرونا على القطع هيك بنكتب تمام، من 2 متر ل 3 متر يا اخوان تمام. وبرجع برفع السيخ كمان مره، برجع باكد على الفراغ اللي هي احنا حكينا عنها، الطريقه اللي احنا حكينا عنها قبل تمام، اللي هي طريقه التخ يعني بخيط المنطقة، طريقة التخييط
ببعد عنها 3 متر وبرجع باخذ هون بأكس معي اول مره هون ماشي، بس ما بكمل. طلعوا كيف هون كملت عشان أأكد وجود فراغ، لكن لما بلشت من هون ما بأكد يا اخوان، بأكد بس على الخط اللي انا شغال عليه. يعني اول نقطه اخذتها هيك، ثاني نقطه اخذتها هيك، ثالث نقطه اخذتها هيك، رابع نقطه اخذتها هيك، تمام. طبعا تأكست السيخ هون تختلف عن تأكست السيخ هون. بدايه الفراغ مثلا على سبيل المثال انا معي السيخ، بدايه الفراغ اكس معي هيك، نهايه الفراغ راح اكس معي بالعكس، وعلى الحالتين هو فراغ. يعني على الحالتين هو فراغ، تمام. باجي هون، هون ما اكس معي، شو باجي بعكس؟ بعكس، ببلش من هون، ببلش هيك تخيط، تمام. هون ما اكسش معي، ببلش هيك. هذا التخيط اللي احنا بنحكي عنه اللي مهم جدا عشان اعرف شو ماهيه الفراغ اللي موجود تحت في الاسفل، تمام. افهم شو الفراغ اللي موجود في الاسفل، كويس. برجع بخيط بهذه الطريقه، تمام، برسم الفراغ. طيب شو بستفيد من رسم الفراغ؟ شو الفائده من رسم الفراغ؟ تمام، الفائده يا اخوان من رسم الفراغ، الفائده الاولى انه تحديد الشكل الداخل الارض.